وعلى مدى أكثر من 40 عاما حظيت المرأة البحرينية العسكرية باهتمام ودعم بالغ من قبل القيادة الرشيدة، مكنها من وضع بصمة في السلك العسكري في مختلف الميادين والمجالات لتصل اليوم إلى أعلى المناصب والرتب العسكرية. إرادة قوية وعزيمة أقوى وإنجازات يملأ صداها الأرجاء، صفات تتحلى بها المرأة البحرينية العسكرية التي لطالما أشادت بقدراتها القيادة الحكيمة لما رأته منها من مساهمة فعالة في شتى الميادين العلمية والعملية، حتى أصبحت جزءا أساسيا في نهضة الوطن تأكيدا للمشروع الإصلاحي الذي أرسى دعائمه جلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله. وعلى مدى أكثر من 40 عاما تسطر المرأة البحرينية قصص النجاح في المجال العسكري بكل تفان وإتقان، حيث شاركت في الشرطة العسكرية منذ عام 1970 ووصلت اليوم إلى أعلى المناصب، وبات لديها من الخبرات والتجارب التي صقلتها بالتدريب المتواصل ما يمكنها من نقلها إلى الدول الشقيقة، وهو أمر يستحق التوثيق والاحتفاء. وتؤكد كافة الوقائع التي لا تخفيها عين مراقب منصف أن المرأة البحرينية العسكرية نالت الكثير من الحقوق في هذا العهد الزاهر، وتمكنت من تسجيل بصمة واضحة في ميادين عدة بفضل دعم ورعاية واضحة من قيادة البلاد الحكيمة. فبعد أن كان دخول المرأة في السلك العسكري أمنية صعبة المنال في المنطقة منتصف القرن العشرين، أصبحت المرأة البحرينية اليوم انموذجا للريادة والتميز في هذا المجال، وترجمة لقدرات المرأة البحرينية وما تمتاز به من إرادة وعزيمة قوية وما تحظى به من ثقة كبيرة على أعلى المستويات. كفاءة استطاعت المرأة البحرينية إثباتها من خلال القيام بواجباتها الوظيفية في جميع المجالات العسكرية والإدارية والطبية، وحظيت بكافة حقوقها في ظل تكافؤ الفرص، واعتلت مناصب قيادية وإدارية ونالت الرتب العسكرية العليا، وأصبحت الرتب العسكرية العليا التي تحملها المرأة البحرينية تتوج مسيرتها في ركب مسيرة قوة دفاع البحرين إلى جانب الرجل في حمل السلاح ورفع لواء النهضة الشاملة في المملكة. اليوم أصبحت المرأة البحرينية جزءا رئيسيا من منظومة قوة دفاع البحرين، يرفد المؤسسات العسكرية في الوطن بالكوادر المؤهلة والطاقات المتجددة في شتى مجالات وأوجه العمل العسكري، حتى أضحت مساهماتها وأعمالها واجهة حضارية صادقة تعكس مستوى التطور والرقي الذي وصلت إليه المرأة البحرينية في مختلف المجالات.